خلاص تايم. يلا يا كابتن يلا جايك يلا. مبني كابتن. فعندي سؤال. تفضل. ما عم لاقي له جواب. ما هو؟ يا ترى وقت كنا على متن السفينة ليش ما كنت تحيق للعلم؟ كأنك كنت مستهتر فشوي. يعني كابتن انت كنت تحيق للعلم يعني تقريبا؟ بجوز ليس كما يجب وما على إيقاع المرشات العسكرية، بس كنت كل ما شفته ومرقت من تحته طجله تحية على الرايح وطجله تحية على الراجح. طجله تحية على الرايح وطجله تحية على الراجح. ما ليكون في عنا علم على السفينة لحتى طجله تحية كابتن؟ شبه كابتن ما كان عنا علم على السفينة تقريبا. شو هالحكي ولا عبدو خلاص هاي؟ لكن شو هاد اللي كان عم يرفرف فوق؟ واسفقوا تحية أنا على الرايحة وعلى الراجعة. هذا بنطروني كابتن. أنا كنت انشر البنطرون فوق عراس السارية. هنيك الهواء بيلعب لعب، مشلق هواء بينشف البنطرون بسرعة تقريبا. ولا أحمر لا يا. هلا بدك تقلي إنه أنا كل هالسنين كنت عم بفقع تحيات على الرايحة والجاية لبنطلونك. والله وما ضروري البنطرون، احيانا تعلق شغلات تانية مشان تنشاف يعني اللي تحت البنطرون كابتن. بس يعني شبك هيك متعضض محلوله كابتن تقريبا محلوله. ولك يا حلو مفاصلك ان شاء الله، كيف محلوله؟ وين صارت هاي؟ قبطان اضربوا اطراح، يسلخ تحيه لبنطلون وما تحت البنطلون. اشلع بنطرونك وعلقه، لطش له تحيه على الريحه وتحيه على الراجعه، وكل تحيه طشيت لي اياها لبنطروني اطش لك تحيتين لبنطرونك تقريبا. اكسف كسف يعلو لقلبك شو بتحب اللعيب.